سيف. او ماي جاد، ده بينده على سيف. سيف فين؟ سيف يا جماعه اهو اهو، بشاور لك يا عم اهو. سيف اهو. اسكت. ايه في حي جمهورك؟ يا لهوي، هيحبسنا ابن الهبله. ايه ده انت بتعمل؟ انت وهو فوق، انزل لي يا فرش منك ليه تحت. ايه ده؟ لا مش نازلين، اطلعوا انت. انزلوا بدل ما اتصرف معاكوا تصرف ما عجبكوش. لا هيعجبنا ومش نازلين. انا مش فاهم ايه البجاحه اللي انتوا فيها دي؟ انتوا جايين تسرقوني قدام الناس دي كلها؟ وبعدين ثانيه واحده، ايه جوز النضرجيه اللي انتوا موقفينهم تحت دول؟ وفين جوز الستات الكبار اللي كانوا موجودين معاكم؟ في سوء تفاهم حضرتك، انا التليفون بتاعي فصل شحن ومش معايا غير شحن عربيه، فطلعت اشحن كده. وانت واقف معاه بتعمل ايه بقى؟ مسك له السلك؟ لا انا طالع عشان اسليه عشان ما ينامش وهو بيشحن. لا ده انا اوديكم في 60,000 داهيه. اهدى بس يا انكل، الناس دول معايا، اكيد في سوء تفاهم. لا بقول لك ايه، مالكش دعوه انت خالص بالموضوع ده، اخلع نفسك. اخلع نفسي ده ايه؟ بقول لك الناس دول معايا. لا الكلام ده مش عليا انا، ده على العيال السيس بتوعك. الكلام ده على اي حد على فكره بقى كده. طب بقول لك ايه بقى يا ماجد، بس هي وصلت لماجد؟ لا لو الموضوع كده بقى يعني حضرتك شايفه غلط اعمله، مفيش اي مشاكل. مع السلامه. اتفضل. مع الف سلامه. مع السلامه. راح فين؟ راح فين يالا؟ بقول لكم ايه، امسكوهم قبل ما اطلب لهم البوليس. اوعى يا بت، اللي هيقرب مني هشق الازازه دي في دماغه، وانا اللي هيقرب مني هديب البوكس اخليه يسمونا لوكس. لوكس ايه يا نيلي؟ انت بتتخانقي في حوش المدرسه؟ اللي هيقرب مني هديب الشلوت واديها اسيوط. نيلي اسكتي يا نيلي، هينفخونا يا نيلي. انا خايفه قوي يا شيرين. انتوا لسه بتتفرجوا عليهم؟ بقول لكم اقبضوا عليهم. انا شريهان بنت عبد حليم الباكابورت. وي وا وي وا وي وا وي وا وي وا وي وا وي. كله يقف مكانه، محدش يتحرك. كله يقف مكانه. شايفني يا ابني على البطاقه دي كلها، وحرس لي الخمره دي كلها، وحرس لي المزز دي كلها. في يا محفوظ باشا؟ استرعينا ليه؟ سبحان الله يا باشا، المعجزة اللي احنا فيها دي، هو ازاي حضراتكم وصلتم قبل ما انا اتصل بيكم؟ محفوظ بيه؟ الضابط الشاطر ما يجيش بعد ما البلاغ يحصل، لا قبل ما الجريمة تحصل. اسمح لي يا عزيزي اني اسجل اعجابي بنشاط البوليس المصري ويقظة البوليس المصري ورجاله. انا ممنون ليك يا باشا، ايه اللي حصل؟ لا ابدا، الواد اللي فوق ده كان عايز يسرق العربية بتاعتي، وبعد كده كمان هو خبط ال فين العربية ديت؟ اهي فوق قدام حضرتك اهي يا فندم. لو العربية ايه، هي وكالة من غير بواب؟ العربية دي مش مرخصة؟ مرخصة ايه يا باشا، دي ديكور. الركنة هنا مش ممنوعة؟ يا باشا بقول لحضرتك ديكور، ركنة ايه؟ المكان ده مرخص؟ طبعا مرخص. التورتة دي شوكولاتة؟ لا بالفانيليا. نرجع لموضوعنا يا باشا، نرجع لموضوعنا. اقفش يا ابني العيال دي كلها بسرعة بسرعة. ما تقلقش يا سعادة باشا، احنا هنمسك العيال دي ونزج بيها في السجن. تزج بيها في السجن، بس لا مؤاخذة يعني ايه اللي فوق دماغ حضرتك ده؟ يوه. اصلا لا مؤاخذة خدت دش سخن، وزي ما انت شايف الريح شدة فخفت استهوى. ما تقلقش يا باشا، احنا هنمسك العيال ديت ونزج بيها في السجن ارضاعا للعداله. ميرسي يا فندم، ميرسي جدا جدا لحضرتك، فعلا ميرسي. قدامي يا مجرم، قدامي. انت اللي زيك لازم يزج بيهم في السجن. طب اوعى ما تزجش، جرايه ضاحي فيها ضاحي. بيتك ضحية وخيبت ايه؟ ايه اللي ضحية وخيبت ايه؟ شو ما تقولش اسم هنا الله. ما تقولش اسمك، تعملي فيها ظابط؟ شو ظابط يلبس كده؟ يلبس كوتش بينور؟ الله، ظابط وداخل ديسكو الله. والعسكري ده؟ ماله؟ ايه اللي ماله؟ ما تكتب عليه مبروك للعروسين. شو بقى اسبكوها بقى، ما شافوهمش هم بقى، ما شافوهم هم ها؟ اسبكوها. حاضر، نسبكها يعني نعمل ايه؟ ايوه شوية صعبانات. يا سعادة البيت.
حرام عليك، انا عندي كم عيال وانا عندي بغبغان غلباه وبنص لسان زي التلميذ الشاطر ما يذاكر الامتحان، بيذاكر اللي بتقوله وبيحفظ اللي بقوله. مظبوط، مشينا بقى عشان ناكل البغبغان. وما افتكرتش البغبغان غير دلوقتي، انت بالذات ما تتكلمش، انا جايبك على سرعه جنونيه وسكران كمان. ايوه ما هو هاي واي، ايه المشكله يعني؟ ايه ده؟ ايه المشكله؟ شيوعه، ايه ريحه بقك دي؟ طالما مش قد الشرب ما تشربوش. انت وانت على الهاي واي وبالسرعه الجنونيه دي مش ممكن كنت تقتل حد؟ ممكن. مذنب ولا مش مذنب؟ مذنب. خش على البوكس. ضحك ضحك اطلع بقى. ضحك ايه وخيب الدنيا يا سيف؟ الله اطلع قلبك من سيف يا سيف سيف. والله العظيم يا حضرة الضابط انا مظلوم، هي دي اللي قتلت مي عز الدين. مي عز الدين ايه؟ دي هند صبري يهبل. هند صبري؟ وانت ايه خالد الصاوي؟ انا ضاحي. يالا ضاحي؟ انت طلعت حكومه يا ضاحي؟ يا ابني حكومه ايه؟ ضاحي جاي معانا عشان خلصنا من محفوظ. بس برافو عليك يا ضاحي، انت جيت في وقتك، ده كان هيطلب لنا البوليس بجد. يا جماعه انا خايفه قوي، انا بطحت الفنانه هند صبري في دماغها. لا ما تخافيش يا شيرين، هي ما ماتتش، انا شفتها بس يا حرام بتترعش كده شويه. يبقى اكيد دي رعشه الموت، الف بعد الشر عليها، انا بحبها قوي. مين هيكمل الجزيره الجزء الثالث؟ قتله، كلنا بقينا قتله. يا جماعه ما تكبروش الموضوع، دي خدت ازازه على دماغها، ما خدتش رصاصه يعني. سيبكم من الموضوع ده دلوقتي. ها لقيتوا حاجه في العربيه؟ بجد لقيتوا ايه؟ لقينا عدد جديد. عدد جديد؟ طب ممكن ابص عليه بصه؟ لا يا جماعه ليه لا؟ ده احنا كلنا في مركب واحد، ده انا لسه مخلصكم من عند الراجل وانا حطير. خلاص فكني الاول، ما هو المفتاح في جيبي اصله والمكان ضيق مش عارف اجيبه. ابص عليه بصه واحده بس. خلاص بقى خليه يبص. طب اديها له انجز. بصه واحده بصه واحده. يلا فكنا بقى. يلا يا ضحي فكنا بقى يا ضحي. ضحي يلا فكنا. يلا يا ضحي فكنا. الله هتضربها طلقه تتفك، انا بحب الحاجات دي. يلا اضرب، بص على رجلك يا انا. لا استنى استنى، تعرف برصاصه واحده تفكنا احنا الاثنين؟ ليه وانتوا فاكرين نفسكم التوأمان؟ هنجل اقف على جنب. وقف ليه؟ انت مزنوق؟ لا بس هزنوق. انزل يا تووه، انزل بقولك. مش هنزل. يا سلام، قال يعني كده هتسد الرصاصة؟ انزل انا بقولك. طبعا انتوا فاكرين ان انا هخلص عليكم، بس انا مش هخلص عليكم، مع اني اقدر اخلص عليكم، بس هسيبكم هنا عشان تتعلموا حاجة. يا واطي يا سحلاب. عادي اتقالت لي قبل كده. نو واي. يا حيوان يا قذر يا حلوف. يا سلام حلوف. يا خنزير. وساعات بيقولوا لي يا كركدان. يا حلوه دي ما اتقالتليش قبل كده. معلش معلش، بس انا قبل ما اسيبكم هنا لازم اقول لكم على حاجه. مش عايزين نعرفها، سيبنا وامشي. لا لازم اقول. مش عايزين نعرف. لا هقولها. طب قول. الخير. حبيبي هاني معلش. الخير ممكن ينتصر في الأفلام، بس في المسلسلات الشر هو اللي بينتصر. يا رب تموت يا شيخ دمك سم. خبط ضفدعي. لا عبوس ايدك عبوس. لا اخبطك اخبطك مين؟ طب اخبطك بالمسدس. لا بايدك احسن، المسدس اجمل. ماشي خلص لي. يا هاني اوعى تضربه.